السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتاكل خبز أبيض، عارف إيه اللي هيحصل لجسمك لو اتوقفت وبطلت تاكل خبز أبيض لمدة شهر؟ الخبز الأبيض من الكربوهيدرات السريعة اللي بتأثر بالسلب على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. هقول لك على أهم 10 فوائد وتغيرات ممكن تحصل لك لو اتوقفت وبطلت تاكل خبز أبيض لمدة شهر، وكمان هقول لك على أفضل أنواع الخبز اللي ممكن تاكله. لو بطلت تاكل خبز أبيض لمدة شهر هيتحسن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في جسمك، وبعد فترة هيحصل حرق للدهون اللي حوالين البطن والجوانب، هينخفض الأنسولين وكمان نسبة السكر في الدم، هتقل مقاومة الأنسولين، هتقل الدهون الثلاثية والكوليسترول، هتنمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء ويقل نمو البكتيريا الضارة، وزنك هيقل لأن الخبز الأبيض بيزيد تراكم الماء في الجسم، تركيزك هيتحسن وهتبقى نشيط، هتتحسن عملية الهضم والإخراج ويقل الإمساك وعسر الهضم، هتقل آلام والتهابات المفاصل، وهتقل الإصابة بأمراض القلب والشرايين. من أفضل أنواع الخبز اللي ممكن تتناوله خبز الحبوب الكاملة مع النخالة والألياف الطبيعية. دي أهم 10 فوائد وتغيرات ممكن تحصل لك لو امتنعت عن أكل الخبز الأبيض لمدة شهر، وكمان اتعرفنا على أهم أنواع الخبز اللي ممكن تاكله.